شوفوا مستوى المي، يعني البيوت كلها غرقت، معظم البيوت غرقت. يعني نهر، نقدر نقول نهر وجاري. شباب سووا مشاركة، أعيد وأذكر وأعيد وأذكر، ما عندي شحن لأن ما كهرباء. سووا مشاركة. هاي منطقة زيرين، هواية هواية، يعني الفروع، يمكن الفروع اللي ما صايرة على ركن، أنا بيتي ركن، فالأركان دا يجري بيها المي جاي من اتجاه المصيف أو شقلاوة، تلاحظون يعني متر مترتين يصعد علينا على السطح، بعد ما بيها كافلان، ما بيها مجال، لأنه هسه هو صعد بشكل مخيف. شفت طفل قبل شوية، ردت بداية المطر، ردت أنقذه بس ما لحقت له، راح ويا سرعة المي جدا قوية. سراويكم من غير زاوية. مصطفى انت هنا؟ ظلوا هنا، اريد تسوون مشاركة لانه الشحن 12% راح يطفى. شوفوا سرعة المياه، شوفوا باع لي وين صعدت. يعني اللي كان بالشارع لحظة طبعا هناك باعوا الناس صعدوا على الفلل، معناتها صعد يمهم المي، صعدوا على الفلل.